نبغى كلمة مختصرة كذا عن السيرة، يعني التعريف، يعني بعض الأخوة يعني طلبوا مني هذا، وأتمنى أنك يعني لا تردنا، جزاك الله خير. والله ما أدري ماذا أقول. على كل حال، أنا أخوكم عاصم بن عبد الله بن إبراهيم القريوتي. القريوتي هذه تلج على فلسطين، قرى نابلس، الجنسية يعني قرية اسمها قريوت. نعم، قرية اسمها قريوت تتبع لنابلس. تصغير قرية؟ لا، اسمها كذا، واسمها قديم أيام الكنعانيين، ما شاء الله، ومذكورة في معجم الولدان فيما أذكر، ما شاء الله. نعم، وبعض الكتب. على أي حال، نعم، أخوكم طالب علم، درست في الجامعة الإسلامية، ما شاء الله، ودرست فيها، وابتعدت أيام الإفتاء، أيام شيخ ابن باز رحمه الله إلى باكستان 6 سنوات للتدريس والدعوة، ما شاء الله، ثم عدت في الجامعة الإسلامية مدرسا، ثم الآن في جامعة الملك سعود، ما شاء الله. أسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم لخدمة هذا الدين، آمين، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. الجامعة الإسلامية؟ لا، أنا الكلية فقط درست في الجامعة الإسلامية. نعم، الماجستير دكتوراه من جامعة البجاة في باكستان. باكستان. وبفضل الله عز وجل يعني استفدت، بل أنا تخرجت من مدرسة شيخنا الألباني رحمه الله، الله يغفر له، ملازمتي له في رحلاتي التي كانت في الأردن، ما شاء الله، وأنا طالب في الثاني ثانوي والثالث ثانوي، وهو الذي فتح لي طلب العلم وشق لي بعد فضل الله عز وجل هذا الطريق، حب الحديث وأهل الحديث والسنة، وهو الذي جعلني أسلك هذا الطريق، ولله الحمد. نسأل الله أن يثيبه ويغفر له، وأن يخلص أعمالنا لوجهه الكريم. آمين، جزاكم الله خيرا. أهلا ومرحبا.